راس المرمى تمثل الفريق كامل، الحارس نص فريق، فإذا ما كنت أنت في قمة تركيزك في المباريات اللاعبين راح ينهزون معك. يا له من خطأ يا عبد الله يا معيوف، ومرت سلامات على مرمى المعيوف وعلى نادي الهلال. في خطا يعبد بالكوره كان قادر فريق فلامينغو ان يسجل منها هدف الصدر. الحارس مهمته هو قياده الدفاع والتركيز وان يمنع الثقه للفريق. اوه على كره مونتيري، على كره مونتيري المكسيكي. لاحظوا، لاحظ 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 لاحظ. لكن المعيوف اللي تألق في مباراة اليوم ننتظر وإياكم في محاولة سداوية. هذه المحاولة من جانب نانتاي، هي يلعبها ومعيوف بطل هذه الأمسية المعيوف، بطل هذه الليلة المعيوف، كبير الهلاليين المعيوف. بابا بابا جول، بابا 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 أبدع معز في الجهة المقابلة وأبدع عبد الله المعيوف في إنقاذ الفريق من نيران. صديقة سلام، سلامتك يا عبد الله، سلامتك. يا معيوف، خرجتها من على الخط، لم تدخل هذه الكرة يا معيوف، لم تدخل. نعم، خرجتها بأعجوبة وببراعة وبروعة، كرة من نيران صديقة. إبراهيم يلعبها، كرة للبدري، البدري جول. لا انها ضربت في ابراهيم وترى الا انه تبعها كما ينبغي الحارس عبد الله المعيوف واخرجها في اقصى اليسار. بتجاع في فرصه خطيره وتسديده، برافو يا معيوف، يا بطل يا معيوف. محاوله سداويه على حدود منطقه الجزاء بتجاع بيدرو كوريا، ياسر في التغطيه، برافو يا معيوف، يا معيوف يا معيوف يا معيوف، يا عبد الله يا عبد الله يا اسد يا معيوف. بغدادي حاول يمر تسديده، برافو المعيوف، يا كبير يا معيوف. شوف الكرة في المرمى كانت من جانب بغداد ونجاح، لكن عندك أسد في الحراسة مثل ما عندك أسد في قلب الهجوم. مباراة رائعة لعبد الله، عندك أسد في المرمى يا معيوف، مباراة كبيرة جدا كالعادة ما شاء الله لأبو عابد. المعيوف خلص الهدف السداوي المحقق، ياسر صفان، وبرافو يا حارس يا معيوف، برافو يا حارس يا معيوف، وهذا الطبيعي لأنك معروف. عندك أسد في المرمى، عندك معيوف نصف الفريق وأكثر، برافو يا عبد الله. ردة فعل جميلة من معيوف يتألق في صد الكرة الأخيرة، وينك يا معيوف؟ يا روعة اليد اليسرى، القبضة اللي من حديد، الأسد اللي في المرمى يعطيك الراحة والطمأنينة، وبالتأكيد يطمئن المشجع اذا عندك حارس بهذه القيمه. ما شاء الله، اتمنى له مزيد من التألق والتوفيق. بالعكس، يعني انت تعطي الثقه للخط اللي امامك والعشر لاعبين كلهم. اليوم انا امثل نادي وبيتي الاول، ان شاء الله باذن الله اننا نفرح بالجاي باذن الله. كل من دفع عبد الله الفتره الاخيره الاشياء ايجابيه، الله يعطيه العافيه، بيض الله وجهه. واي شيء يعني قال عني سواء شيء مو كويس ولا كويس، شكرا كل احد ساندني هالفتره.